الجانب الدرامي طبيعة الحال كنشوفوه في الصورة، كنشوفوه في الكلام، كنشوفوه في النبرة، كنشوفوه في العيشة ديال هذوك الناس، ولكن داخليا كنضحك منه، لأن حنا كنضحكوا واحد اللقطة لدرجة أن مثلا إلهام الوزير تيقول ليه وعلاش ما جيتيش عندي؟ كتضحك هي كتقول له اش من قهوة كتجلس؟ تيقول لها كيفاش؟ كتقول لي راه عاد كي جرى، تيقول لي راه صعيبة على كتقول بعد الوزير كتلقى ودير كاينة كنتلقى أنا مع وزير تيقول لي دوز عندي يا صاحبي، وملي كتمشي بحال زعما راه لا ملي كتدوز كتلقى واحد اجونت سيكيوريتي تيقول لك اسي يا خويا والله ما تدخل ولا تشوف ولا، وهو من هي تيقول لي ما تدخلش عليا شي قرض تشوف ولا، كنقولوا قروضه حنا بالنسبه لي ماشي عايشين وين فلوديخ، و50 50 وزير انا راه حياتي كلها فنان، وقلت عليه قلت لواحد الوزير قلت لي انت راه 50 غتمشي بحال هكا وما دازوا شحال من واحد الان ما كيسلمش عليهم حتى واحد، رئيس مجلس المدينه ديال الدار البيضاء هذه 15 يوم كنصليو عليه في المسجد خرجنا ما كيسلم عليه حتى واحد، قلت له قلت له قلت انا غنسلم عليك حيت انا فنان وما كانش كيبغي يشوفني، وقلت له قلت له شوف الباب ديال من هذا الباب هذا الباب الباب ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى محلول ديما تلاف دابا وهضر مع الله بلا رونديفو بلا والو، نمشيو للمثل الاخر الان انا بعد احيانا كنهضر بالمثل ديما كنهضر بنفسي لانني انا اللي كان اللي عشت هذا الشيء باش ما نقولش فلان قال، انا تنقول لكم قلت انا كيف قلت لكم وزير هذا دابا بن سعيد هذا كنت نعرفو منتج، وكان واحد كيعيط تيقول لك الله يرحم باك بغينا نشوفوك هما باغيين يشوفوك، الان بن سعيد انا تنقول لك هو يقول لك 6 شهور قلنا له بغينا نجلسوا معاه بغينا على هذا وعلاش على عمل اللي هو مهم للبلاد ومصاريف ديال الفلوس طرحات 8 مليار اللي تعطات لواحد هادشي ديال افريقيا البرنامج ديال افريقيا ما شلنا فيها حنا تشتوا فيها شي حاجه نتوما شتوا شي عمل افريقي ورا 8 مليار تصرفات فينا يلاه وعلم هادشي كاين ولكن حنا ساكتين ما كنهضروش، انا كنهضر تنقولها دابا وبغيتكم تكتبوا هاد القضيه، سعيد الناصري تيقول السي بن سعيد فين مشاو 8 مليار فين مشاو ديال اسم قولوا ها هو ونمشيو نسولوا على الشرط ديال الجمعيات الصغيرين هذا 100 مليون كيدير شي لعيبه صغيره هذا 150 مليون والدعم المسرحي تيعطوه فيه 4 دريال اللي فيه فرقه ديال المسرح كتبقى تدور مسكينه النهار كامل قتلوا المسرح قتلوا هذا وبشو وكاتبينها ودايرين والاخر ضاربين بالطمن مشينا قال لك راه تفرق داك الشيء ما بقى حتى حاجه لاحظت لي كياخذها كبيره ما يعني باش نقول لك يعني هذه اشياء اللي حنا كنعيشوها اللي حنا عايشينها هذا هو الكاريير اللي كتهضر عليه الكاريير النفسي اللي كنعيشوه حنايا حتى بالنسبه لكم نتوما الاخوه الصحفيين لو الدعم ديالكم فينا بزاف د الحوايج كاين بعض الصحفيين اللي كاع ما باقي لحد سول لي على شي صحفي اللي يكون مرفح ولا باس عليه الا تلقى ديال شي تخرميزه اما ماشي يكون خدام وكيضرب تمام ما عندوش اه ما كنعرفهم كاملين انا خوتي وكيتلقى مسكين كتلقى كيمشي على حسابه في كار غادي وضارب التماره تاع المدينه اخرى باش يقدر ولا في الطوبيس باش يجيب خبر باش يعطي واحد اخر جالس مورا كرسي تيكريتيكي وكيدخل في الفلوس انا ما تنقول لي كل واحد وذكاء كل واحد ولكن كاين اشياء انني ملي تكون عندي مسؤوليه تجاه الاخر هذيك المسؤوليه ما تبقاش ديالك خصني نديها وديك الساعه داك الشيء ديالك انت دير اللي بغيتي بغيتي تعيش بكرامه عيشه بغيتي تعيش فهذا جانب فاحنا هذا في نفس حد ذاته جانب كوميدي غادي تلمس الكوميديا بطريقه اخرى حنا عينا من داك لانه خصوصا ان هذه الايام ولاو كيظهروا افلام اللي راكم شفتوها افلام اللي هي بصراحه تضر في القلب ولا اللي كل واحد كلشي باغي يضحك وبغي يضحك باش ما كان كتعرف واحد اشارتي يقول لك انا بغي احسن باللي كاين حنا راه ولينا باغي نضحكوا باللي كاين فكتضحك تلقى راسك انت هذاك السيد كيضحك عليك كيضحك على مستواك الثقافي على مستواك الاجتماعي على مستواك المعرفي يعني تيبدا يعطيك شي حوايج تيبدا كنشوف اخطات غير في الراديو شي وحدين كيفهموا في كل شيء كيفهموا في الطب كيفهموا في واحد وهذا للاسف وماشي اعلامي تيقول لك انا اعلامي واش اللي يهز الميكرو يقول انا اعلامي انا ما نقدرش نهز الميكرو نقول انا اعلامي لماذا انا استعين باعلاميين لماذا حط حدايا السيد تويجر حط حدايا السيد ياقوتي لان كاين اشياء ما يمكنش نتكلم فيها هذا لان ماشي ديالي ماشي انا باقي ما وصلتش لهذاك المستوى ديالها. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.